بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي ومتتبعات قناة صوت المظلوم، مرحبا بكم بهذا اللايف. انا مازال في قناة را، لان مازال لي غدا شي شغال ان شاء الله نكملوه. وتحية كبيرة للقضاء النجي ديالنا ديال قنيطرة، تحية كبيرة للقضاء اللي كينصف المظلوم، تحية كبيرة لأي واحد، لأي مؤسسة ديال الدولة أو الحكومة ديالنا، تحية كبيرة ليها. هاد النهار كان الجلسة ديال قيلوش محكمة جون ملف جنحي اللي تأخر 25/3، ونهار 23/1 يعني غدا لا ثلاث الجاية عنده قاضي التحقيق، جلسة مع قاضي التحقيق اللي ديك السيد تيطاول على فاعلة جمعوية وفاعلة حقوقية اللي خرج قبيلة دير لايف مباشر كيعيب على هاد الكبوط اللي انا لابساه اللي ما غتكسبوش ان شاء الله. الغوز كيقال كيلبسوه غير الصغارات، يعني انا معجوز ردني بالعكاز كاع في خطرة. هذا تطاول على إنسان يعني حياته الشخصية، عندكش الحق الدخل اللي في حياتي الشخصية، نلبس حتى ميني جوب، نلبس داكشي ماشي شغلك، ماشي شغلك، بعيد عليك. وأنا سخفت في الدروج، طالعة في الدروج وسخفت، ما كنتيش معايا. وغادي نعرفو شكون اللي وصل لك هاد الهضرة اللي قالها لك، غادي نعرفوه إن شاء الله غدا، غدا غنعرف شنو كاين. وكنتي راجل كبقيتي في باب المحكمه ما تمشيش، لان انت ماشي راجل، نص راجل بالعربيه الفصحى، نص راجل. لانك كنتي راجل تبقى قد فمك قد دراعك، ديك ساعات ما تمشيش، ملي هبطنا موراك لقيناك دبتي اللي خارج كطاول عليا، مازال زيد فيه. ياك قلت شفتي فلت ما كتعرفونيش، لا انت ولا صاحبك ما كتعرفونيش، ماشي انا، ما عمركم جبتوني، ايوا علاش خرجتي كتهضر عليا؟ هادشي غنشوفوه عاود ان شاء الله. يعني انا عندي واحد الملف ما غنتنازلش عليه وما غتخلعونيش، سمعتي؟ انا ما كنخافش، كنخاف من الله اللي خلقني. باش ما تكونش غالط بزاف وعجبك حالك، البارح كتبكي، خرجتي تتبكي، صحابك اللي ولداتهم اللي ما ولداتهم لك شمك، خوتك اللي ما ولداتهم لك شمك، واليوم الصبح خارج علينا تتحنزز. يعني في حالتك الشخصيه عندك التناقض، تناقض. وتحيه الاخ الزروالي، وتحيه الاخت بهيجه، وكلنا بهيجه، الام، المراه المناضلة المكافحة اللي جبدات، وخا هي ما عندها لا قناة لا والو. وش نقول لكم؟ انا عاود نرجع نقولها، الشجرة المثمرة هي اللي كتضرب بالحجر، اما الشجرة الخاوية بحالكم كاينش اللي كيدافع، ما كاينش اللي كيدافع. انا باقا في قنيطرة، شدوني رجال المكان، عقلوش انا مازال في قنيطرة، وغدا غنشوفو شي حوايج ان شاء الله. غنشوفو هاد الصلابة ديالك، شوفو هاد الدصارة، شوفو هاد قلة الدين، شوفو هاد الفهامة، يا بيا يا بيك، ما نتفكوش انا وياك. مش ما عمرك تعاود تولي تخسر الهضرة ولا تجبدني على فمك، ونوريك السخفة اللي سخفت في الدروج، جوج درجات طلعت فيهم سخفت. حنا غنشوفو هاد الدروج اللي انا سخفت فيهم، ما عاودولكش قالك طحت في الدروج وهزوني، ما قالوها لكش، قالوا لك غير سخفات، والحمد لله اللي قالوك غير سخفات. المهم حنا غنشوفوا شكون اللي وصل لك هذه الكذبه، شكون اللي وصل لك هذه الهضره، حنا غنشوفوه. وتحيه كبيره عاود غادي نرجع نقولها، تحيه كبيره للقضاء النزيه ديالنا ديال قنيطره، وكنتمنى حق المرحومه سعاد البريقي تاخذوا ان شاء الله بقدره الله، ويبان لينا شكون اللي صفاها لديك السيده، شكون اللي عطاها السم، شكون اللي قتلها، من اليد الخفيه. كنتمنى يعني هذا الملف اللي تبارك الله ما شاء الله غادي في اتم وجه، كنتمنى من الله في اسرع وقت
يبان القاتل شكون هو وياخذ اقصى عقاب واطول عقاب. المحكمه ما ترحموش لان ما رحمش هذيك السيده 32 سنه وتيتموا جوج البنات. بغيت المحكمه تعطيه اقصى عقاب واطول عقاب اللي عطاها السم اللي عطاها السم. وعاد نشوفوا شكون ديك الاصابات والجروح شكون مولاها ان شاء الله بقدره الله ماشي بقدرتك لا انت ولا دوك الباق اللي كتجيبهم معاك. انا ما شفت حتى واحد فيكم في المحكمه اللي شي وحدين معيطين ماشي معيطين ليا كاتبين حضي راس كنزها راه ديري لنا داك الشمكاره ديالهم. انا اللي عنده الركاب يجي عندي اللي مو مصغر تاع عليه يجي عندي. سمعتيو لي مو مصغر تاع عليه يجي عندي. شوفوا واش عندنا السيبه في البلاد واش ما كاين حكام في البلاد نشوفوا ديك الساعه ماشي اي اجي يا فم مطلق. انا مازال معاكم في قريطره مازال عندي واحد الملف اخر تا نحضر ليه هذا انا بطبع حالي ان شاء الله. وميم طون عندي شي ملف عاوتاني في مكناس ان شاء الله غنباشروه حتى هو نشوفوه. وميم طون عاوتاني شي ملف فاس راه عيطوا ليا قبيله عاوتاني حتى هو تنشوف ديالاش عاد جاني قبيله عيطوا لي محاوله الاغتصاب والاختطاف ديال القاصر. هذا الملف اللي قبيله عيطوا لي قلت لهم انا راه ما كايناش فاس سينوني تنجي. ملف محاوله الاغتصاب والاختطاف ديال القاصر ان شاء الله غنباشروه حتى هذا الملف ونشوفوه. الحمد لله الناس كي دايره فيا الثقه الكامله الناس كتبغيني الناس تايقه فيا دايره فيا الثقه والثقه الكبيره في الله عارفيني الا جاو قصدوني ما غنخيبهمش والا جاو عندي ما غنردهمش ولا طلبوني ما غنقول لهمش لا غنمد لهم يد المساعده بحال ديما ان شاء الله وربي تيعاون. علاش لا دابا عندي جوج ملفات مراد جوج ملفات اللي عندي هنا عندي واحد في مكناس واحد في فاس يعني الخميس والجمعه عندي جوج ملفات واحد في مكناس واحد في فاس. مكناس الخميس والجمعه فاس يعني الحمد لله اللهم لك الحمد اللي الناس تثق فيا وكيعيطوا لي لا لا نزهه اسمع قيلوش اسمع داك ودني القفه لا لا نزهه الاستاذه ديالنا تنرغبوك بغينا تمدينا يد المساعده وانا كنرحب الحمد لله ديما كنرحب بيهم. المتتبعين ديالي الغزلان الجلسه ديال المحكمه ديال الاستئناف ديال التحقيق قاضي التحقيق كاينه نهار 3 الجايه ماشي غدا 23/1 والجلسه ديال الجنحي تاخرات 25/3 لشي مستجدات كاينين شي شهود غيتفاجئوا بهم ان شاء الله بقدره الله. كنتمنى حق سعاد البريقي في اقرب وقت يتاخذوا داك المرحومه باش ترتاح في قبرها والجاني او القاتل لان جريمه قتل هذه ياخذ اقصى عقوبه واطول عقوبه ان شاء الله لان احنا ما عندناش الاعدام عندنا المؤبد وعاد وما جاورهما ان شاء الله بقدره الله. وانت داك ودني القفه والله لا تفكيت معاك تنشوفوا التصاره ديالك ونشوفوا الدروج اللي سخفت فيهم ونشوفوا الكبوط الغوز ما نلبسوش. انا عندي 70 عام راه تسجلتي صوت الصوره وجابوه لينا الحمد لله كاينين الناس ديالنا محبين اللي حاضرين. تحيه كبيره لكم ملتقانا غدا ان شاء الله في واحد اللايف بحال ديما الا قطعت ولفها عاده ولا قطعتيها تعاده. مح عليكم متتبعين ديالي الغزلان انا ضيفه عندكم في قنيطره شدوني رجال المكان. غدا ان شاء الله كاين غير المساريه الاربع عندي الجلسه في قضاء اسره ان شاء الله في 9 الصبح.
عندي واحد الملف خصني نباشرو حتى هو. تحيه كبيره ليكم، ملتقانا غدا في واحد اللايف اللي غيكون ان شاء الله شاخد بعد منجي من محكمه الاستئناف باش نعرفوا شنو كاين المستجدات. يلا تحيه كبيره للمتتبعين ديالي، باي باي. قيلوش باي باي. خبر فراسك.